التغيرات المناخية أصبحت حديث العصر. كلمة نسمعها في الأخبار التلفزيونية الإذاعية، نسمع عن فيضانات في اليمن، جفاف في السودان، حرائق في كاليفورنيا، ومنخفضات جوية مفاجئة في عمان، وإجازات مفاجئة. نفرح عشان الإجازات. أصبحت حديث الساعة، تحدث وتكرر ونتعايش معها حتى أصبحنا لا نحس بفارق ولا حراك. 3 أكتوبر 2021، قد يبدو ذلك يوما عاديا للبعض، لكنه لم يكن سهلا لسكان الباطنة. في حد هنا من الباطنة؟ الله عليكم. تذكرون إيش صار في 3 أكتوبر 2021؟ شاهين، إعصار شاهين، حدث غير منظوري للكوارث الطبيعية. ما كان سهل إني أشوف أفراد عائلتي ومرون بهذه الأحداث المروعة اللي خلفها إعصار شاهين، بالرغم إني ما شاهدت الموقف. في هذيك الفترة كنت أكمل دراسة الماجستير في الخارج، لكني ما أنسى مكالمة الفيديو اللي قريتها مع عائلتي بعد الإعصار. ما أنسى كيف تسابق كل حد عشان يخبرني تجربته، عشان يوصف لي شعور المشاهد اللي شهدوها. وما أنسى صوت بنت عمتي الطفلة وهي توصف لي كيف صار الإعصار، كيف كان صوت رياح عالي، كيف كانت قوة الأمطار، وكيف كانت المياه تحاصرهم من كل صوب. ذهلت لسماع هذا الوصف من طفلة، وحسيت بعجز شديد وغضب شديد. ما الذي أوصلنا إلى هذا الحال؟ تغيرات المناخ. بس قبل ما نتعمق، خلينا نفهم أول شيء إيش يعني تغيرات المناخ، وليش في الأونة الأخيرة جالسة تزيد ونسمع عن كل هذه الكوارث بكثرة، حتى في عمان والوطن العربي بشكل أخص وأكبر. تغيرات المناخ يا أصدقاء هي عبارة عن تحولات طويلة المدى في درجات الحرارة وأنماط الطقس، والتي قد تحدث بسبب ظروف طبيعية مثل تغيرات في الأنماط الدورية للمحيطات أو الأنشطة البركانية. ولكن منذ القرن 19 تغيرات المناخ أصبحت أكثر فعالية، والمسبب الرئيسي لها هو الأنشطة البشرية. نعم، الأنشطة البشرية. كل شيء اليوم نسويه، أي نشاط يحتاج طاقة. من وين تجي الطاقة؟ من الوقود الأحفوري. حرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات والعديد من الأنشطة البشرية اللي نسويها كل يوم تنتج بما عندنا يسمى بالغازات الدفيئة أو غازات الاحتباس الحراري. طيب إيش سر هذه الغازات أو ما هي ميزتها؟ الغازات الدفيئة هي عبارة عن مجموعة من الغازات لها خاصية عجيبة في امتصاص الحرارة من الشمس وحبسها في الغلاف الجوي للأرض، فما تسمح للحرارة أنها تطلع. فكلما زاد تركيز هذه الغازات الدفيئة كلما زاد ارتفعت درجة الحرارة. طبعا ارتفاع درجات الحرارة، أنا أتكلم عن ارتفاع درجة حرارة الكوكب كامل. هذا الارتفاع ولو كان بسيط، يعني في السنوات الأخيرة زادت بمقدار 1.17 درجة سليزية. هذا الارتفاع أنتوا تشوفونه رقم بسيط، ولكن هذا يغير في أنظمة الكوكب كامل. تتأثر عندنا وفرة المياه العذبة بسبب ذوبان الأنهار الجليدية والقارات المتجمدة، يصير عندنا ارتفاع في منسوب مستويات البحر، يصير عندنا حرائق بكثرة، تتكون عندنا أعاصير بكثرة، تزيد عندنا الظواهر الطبيعية المتطرفة مثل المنخفضات الجوية المفاجئة واللي تكون بشكل أقوى كل مرة. طيب يمكن الحين تتساءلون مع نفسكم، تبدو أن قضية تغير المناخ قضية أكبر عنا وموضوع صعب أن نحله. أنا سألت نفسي نفس هالسؤال. كنت أشوف أن تغير المناخ قضية أكبر عني، وهذا الشيء اللي دفعني أبحث وأتعمق في الموضوع وأفهم المشكلة من الأساس. وما زلت أتذكر أول لحظة أدركت فيها مدى تأثير قراراتنا اليومية، الأشياء اللي نسويها كل يوم، أشياء اللي نعتبرها نسويها بدون وعي وأشياء بسيطة، كيف تغير وتسرع في التغير المناخي. وأدركت أيضا
ان كيف انا ممكن اغير من عاداتي اليومية واللي راح تأثر بشكل ايجابي في تبطيء التغيرات المناخية. وشيء ثاني ادركته انه اجهل الكثير، بالرغم اني مختصة في المجال البيئي، الهندسة البيئية، ولكن عند حضوري لأحد الورش أدركت أنه أجهل الكثير من هذه المعلومات. فبعد هذه الورشة حسيت أنه أريد أخبر كل حد إيش اللي جالس يصير وإيش لازم نسوي. فكانت هذا حضوري لهذه الورشة كانت كأنها wake up call. فلست أتساءل مع نفسي، طيب إذا عائشة المختصة في المجال البيئي تجهل بعض المعلومات، تجهل التأثير اللي ممكن تتركه، فكيف هم الأشخاص العاديون، زملائي وزميلاتي من مهن وتخصصات مختلفة، أصحاب القرار في مجالات مختلفة، كيف هي تلك المعرفة وإيش التأثير اللي ممكن راح يسوونه؟ فحسيت بالمسؤولية كوني أنا من المجال البيئي، حسيت بمسؤولية كبيرة على عاتقي، وحسيت نفس الشيء بالرغبة في إحداث تغيير، تغيير يبدأ منكم، من الأفراد، من أفراد المجتمع. فبدأت أبحث كيف ممكن أكون ناشطة في المجال التغير المناخي، مجال الاستدامة، كيف ممكن أني أترك أثر لحل هذه القضية. في هذه الفترة كنت شغالة في عدة منظمات غير ربحية في أوروبا، وتعرفت على هذه المنظمة كلايمت فريسك الفرنسية والمختصة في التوعية بشأن التغيرات المناخية، وقررت أني أتعرف عليهم أكثر وأتدرب معهم. طبعا هذه ليست فقط منظمة غير ربحية، بل هي مجتمع يتألف من أكثر من 81,000 متطوع من جنسيات مختلفة، من تخصصات مختلفة، من أعمار مختلفة. الشيء الوحيد المشترك بيننا اللي هو الشغف لإحداث تغيير في مجتمعاتنا، وتمكين الأفراد من إحداث وتغيير وتشجيعهم على العمل المناخي. قررت أني أشيل الفكرة من فرنسا وأوطنها لعمان، أشوف كيف السلطنة تتأثر بالتغيرات المناخية، وكيف أن أقدر أستعمل هذه الأداة لتوعية مجتمعي. بدأت في يونيو 2023، أول ورشة كانت بيني بين صديقاتي اللي موجودين هني اليوم، وبعدين انتقلت للعائلة، حتى الوالدة موجودة وحضرت الورشة، وبعدين بديت أتنقل وأتوسع لأطفال العائلة، ثم دخلت للمجتمع. بعدها لست أنظم هذه الورش للفرق التطوعية، للجامعات، والآن بدينا ندخل في المؤسسات. طيب يمكن تتساءلون إيش اللي يميز هذه الورش، وليش عايشة تحس إنه التوعية هي شيء مهم؟ طبعا هذه الورش يجون الأفراد من مختلف التخصصات، الأعمار والمجالات، يتعلمون إيش هو تغير المناخ، ما هي المسببات، وما هي النتائج لتغيرات المناخ، وما هي الإجراءات أنا كفرد اللي أقدر أسويها كي أبطئ من التغير المناخي، إيش هي الإجراءات اللي أقدر أسويها عشان أتكيف مع التغير المناخي لما يصير عندنا فيضانات، لما يصير عندنا أعاصير، إيش أقدر أسوي عشان أحمي بيتي، أحمي عيالي، أحمي ممتلكاتي. فكل هذه الأشياء نشاركها من خلال هذه الورش التوعوية. بديت بشخص واحد، عائشة، خلال سنة وأربع شهور استطعت أني أساعد أكثر من 230 شخص في عمان وأيضا من الوطن العربي. طبعا العديد من هالأشخاص التأثير ما راح يكون بمجرد رقم، الأشخاص اللي يحضرون الورش يشاركون هالمعرفة مع عائلاتهم، ممكن يستعملون هالمعرفة في مقرات عملهم، ممكن يأثرون على الناس اللي حوالينهم، أصدقائهم. أيضا بدأت أدرب أشخاص من عمان وأيضا من الوطن العربي، تدريبهم علشان أن يقومون بعمل هذه الورش في مجتمعاتهم. فالآن صار عندي فريق في عمان، زملائي من مناطق مختلفة، فصاروا ينظمون هذه الورش في هذه المناطق، وبذلك نزيد الوعي في عمان. فالتأثير ليس محصورا على عدد، التأثير ممكن يكون أكبر من ذلك، ممكن يغير من منهج تفكير شخص، فكرته عن موضوع معين. في أبريل 2024 تم تعييني كأول مشرف لمنظمة كلايمت فريسك الفرنسية في عمان، وأنشأت مبادرة سفراء المناخ، وهي مبادرة شبابية مهتمة بنشر الوعي في القضايا البيئية المختلفة. طيب
خلونا الحين نرجع للورش. طيب في هذه الورش قابلت العديد من أشخاص رائعين من مختلف المجالات والأعمار والمناصب المختلفة. وأدركت إنه هذا الاختلاف اللي بيننا هو مهم جدا لصنع هذا الحراك الجماعي، وتأثير ممكن راح يكون أكبر بسبب هذا الاختلاف. فالتعليم يا أصدقاء هو مهم جدا، وهو الخطوة الأولى الحاسمة اللي راح تفتح لنا فرص جديدة وراح تبطئ ممكن من التغير المناخي. والتعليم ليس مقتصر على فئة معينة، فئة عمرية معينة مثل الأطفال أو الشباب، بل هو للجميع. لذلك أدعوكم للحضور هذه الورش وللتثقيف حول التغيرات المناخية. مهم جدا أن نسمع ونطلع على التأثيرات هذه ودراسات العلماء، ونسمع توصياتهم، لأن أثرها راح يكون كبير لحل القضية. في هذا الصورة أشارككم أنا وزملائي في COP28، كنا نطالب الحكومات بإدراج التغير المناخي ضمن المناهج المدرسية، وأيضا بتدريب المعلمين والمعلمات في مختلف المراحل العمرية وتمكينهم من المعرفة في موضوع التغير المناخي. التغير المناخي ليست مشكلة لجيل معين، لذلك يجب الجميع أن يكون شريك لحل هذه القضية. ما لازم نعتمد على الأجيال القادمة أنهم يوجدوا حلول أو أنهم يعيشوا تحديات هذه المشكلة، لكن يجب أن نبدأ الآن. هناك الكثير من الحلول، وهناك الكثير من الطرق للتوعية، ممكن تكون بطريقة الفن، ممكن تكون عن طريق الأغاني، ممكن تكون عن طريق الأفلام، ممكن تكون تصرفات بسيطة أنا أسويها يوميا، مثلا أسكر المكيف والليت أول ما أطلع من الغرفة، أزرع شجرة، أقلل من النفايات الأكل، ما أرميها في المهملات عشان ما تروح المرادم وتنتقل لميثان، وميثان هو واحد الغازات الدفيئة وتزيد المشكلة. فهي ممكن خطوات بسيطة نحن نقدر نسويها كل يوم، وحتى ما تتطلب مجهود. وأؤمن أن كل واحد منكم في هذا الغرفة اليوم قادر على يكون شريك فعال لحل التغير المناخي. فالقرار بيدينكم، وتذكروا أن كل قرار تأخذون اليوم يحدد الواقع اللي بتشوفونه بكرة. شكرا جزيلا.